هذا إلهي بركنيا قلبي قدتك ألا قلنيا سبحانه وتعالى. مصعب بن عبيد بس تريد تمجر عاوكلي هذاك الشاكين صحابي والله واقع أبري مصعب بن عبيد ميل بريقية ميل أول داع في الإسلام ميل بنقية على مصعب بن عمير تاريخ ذا وعن حصوصا يا بالشي تاريخ ذي بغلبي يمر بقصة داع يا قار كم ذا السيرة ذي تاريخ ذا الشيء كي سحابي قاس رسول كود رواس ذي ذي تمنشير مصعب أو أرض ولي جي مكة ما بحين ولي جي طائف تدو مجارين مركا على دريه ما كو كل شو أنت كل يا كاذي مكة بناك أو ما بحين ويل كاسي مقال هذا مدينة أفر بقول يكونتون كيلومتر وي وصحراء ودولك يدقو هو شيل مدو بورا شيل مدو سمايد نارك دقي حيد يبورا هيد إلا قباد مودة وميلا وحبا أن كبه كليلك هنفيقة وديابسة هل كاكتك بكوير قاديد لمسين وقاديد صدو وانين كارير كودي كسو دح بحاي أول الديريي او باهن او جيركيسي كيف دعصدي قاقل اف دعصدي قاچدي بزاردي چعتدكي چچبكي كموقني باهيدي ارهديه غاري لمسي حولا يا مال لهاينا لمسي رسولك ان ببح بكير عليه الصلاه والسلام ان ببح ما قال هذا مدينتك ضدك الهي دينتي سويت هل كاس وصفر كقلع قال هذه المدينة تجي مصعب بن عمير دعوة ابو بلابة انت سو قيس وعقاشي كميت هاي يسوق سو مسلمي وقران كي دين تي ودي جايا وداعي ابا نبي ابويم عليه الصلاه والسلام انك ما انت لا تنشر كينا يسديتو منشر كينا دين تكو برباري ابا يهوي مسلم دلين كاب كاب لقيا ابا انو كبحي من القران كدمي مع ملعامات كبحي دوكسي هوسي كبحي دوكسي ساري مع ديو جامعات كبحي بل وفير ساد إن بدنو كمي ده مسؤولية داس هدي لي رأيه وكالي ميشا تك دعوة دا كآخري درسي كقل تولة دا أما كام كا أما ميشا تك وحاب بلا مانا يسينا دون لغوة ده حالا حال يسينا يا شيء كذو وشان بغولو دولار بك بلا مانا سحابي قاس رسولك الله يوحمل الله يا إيه منا مؤرن رسولك الله يو علك وانو بدنية قيد والبع علبة انو قتشرة أرما تتك اللي يقود لها ماشا ولي جاي ما أرك كلي جاي ما صفرين سمعا وطاعا بيروا دقاق ماشي بوت جاي فقال هذه المدينة ما يساقها فرطي وحنا محمد يمد عليه الصلاة والسلام سيرة ذا واضح ركتين سو ما يدنان أرك سيرة ذا وما يدن دقيسا رسولك مركو سو دقي يو إيمانا يي مدينة إن دادكو دبادة وسو بحيين سو دوين يين ما يسوي دي سدد كان يا دين تو غيا رسولك انت ودد كو سو جيراي مسلمين وما يا رك باك شقي مصعب بن عمير باك شقي داعيها ماشي فدي قعنت سي كو سو مسلمين وادتك ادتك صدح عيشو اما افر عيشو كلبا مالنتي سو بخيي marka قرحدو كلولاتنا سو نقونيي سو دوينتنا محمد عليه الصلاه والسلام يا ابو بكر وسعد بي اهاي همي قاس الله ربا ان هم بارتو نكاغا دليرادا عمرك ماشى وفي عباد مريسة فرصة واحدة ستأن ضد بذن هاي السنين لبا تنشر كما أنت قرآن كي يقان إما عاهد كبحي إجام عادة كبحي وإن أد إلهي رسالة سيا دين تحن بارتا شفك إن أدو قراعة الله ضدك دين تاو شيكتو شنكو راد ستو إلهي علمي قاقى مسكح لأدو فرية قلبي قاقى علمي آذن لهين با إلهي كوكس كسينيا تلابضات قادة إلهي بركينيا هذا الكاغا إلهي بركينيا قلبي قدتك ألا قلنيا سبحانه وتعالى مصعب بن عبيد بس تدي تمجر عاوك لي هذاك الشاكين صحابي والله واقع أبري مصعب بن عبيد ميل بريقية ما ميل أول داع في الإسلام ميل بريقية على مصعب بن عمير تاريخ ده وعن حصوصا يا بالشي تاريخ ديسا بغلبي يمر بقصة دع يا قار كم ميدا السيرة دي تاريخ ده اللي شيء كي هل تسألك لي هذا كسي أنت أمرك اللي جاي ما دوم تقال كي وحد
ayuu ku shahaado qaatay. Raggii saxaabada ahaa ee 70-ka ahaa ee dhintay wuu ka mid ahaa Mus'ab ibn Umayr. Saxaabigii baa wuxuu ka sheekaynayaa afurada loo soo dhigay, xusuus baa qalbigiisi gashay oo xusuusanayo raggay isku ragga ahaayeen ee dacwadan wada bilaabeen ee rasuulka wada raaceen buu xusuusanayaa. Marka xusuus baa ku timi, markaasuu hadlay saxaabigii wuxuu yidhi, wili afuradii ma afurin, waa la adimi salaadii maqrib, weli ma salaadii tukan, timir iyo biyo afka ma gelin, cuntadiina waa hortaalla. Markaasuu wuxuu yidhi, qutila Mus'ab ibnu Cumayrin, Mus'ab ibn Cumayr waa la dilay maalintii Uxud ayuu dhintay. Wa kaana khayra minni, waana iga khayr badnaa buu yidhi ninkaasi, waana iga khayr badnaa. Wuxuu ka sheekaynayaa meydkiisii, wuxuu yidhi falam yuujad lahu balaabaka ofis falam yuujad lahu maa yukafanu fiihi ilaa burdatun, maran lagu kanfo waa loo waayey, maran lagu kanfo oo jirkiisoo dhan la wada geliyey waa loo waayey, hal go'a baa loo helay. Haddii madaxa la saaro dhudhumadiisa ilaa canqowyadu waa muuqanaya, haddii cagaha la saarana wejigiisa ilaa kalxamuhu waa muuqanaya. Markaasaanu madaxii u saarnay dhudhumadii iyo intii canqowyadii iyo cagihiina caleema ayaanu u saarnay buu yidhi, caleen aanu soo gurnay ayaanu u saarnay. Wuxuu yidhi wa qutila xamsa, xamsana waa la dilay. Xamsa nebiga adeerkii buu ahaa, rasuulka adeeradii intuu noolaa laxmi ah aabihii la dhashay, laba nin baa soo muslimay, waa xamse iyo cabaas, kuwii kale gaalnimay ku dhinteen. Xamse cabdullaahi bin mascuud wuxuu leeyahay, raggii 70-kii la dilay buu ka mid ahaa Xamse. Rasuulku markuu meydkiisii isdultaagay oo dhegaha la jaray oo bishimaha la gooyey oo sanka la jaray oo farihiisa la gooyey oo calooshii la dooxay oo eebadii halkaa lagaga dhuftay, labada miskood bartanka halkaa xundhuurta iyo gumaarka u dhexaysa ka soo booday, buu rasuulku is hortaagay. Fabakaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulku waa ooyey oohin aanan weligay arag hor iyo dib isagoo saa u ooyey buu yidhi. Sumaanta u ooyinay maxamed weligay soo saa u ooyey baa arag buu yidhi Abubakar cabdullahi bin sacuud radiallahu tacaala anhu. Geeridu waa xaq, waa la dhimanayaa, muxuu rasuulku la ooyayaa? Nin baa meesha ku baxay, nin kumanaan u dhint u dhigma baa meesha baxay, oo daaci ah oo saxaabi ah oo nin shaaha baa baxay.